بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من مزاج سوداني. وأرحب دائما بضيوفي الأعزاء أستاذ زبير سعيد ودكتور أنس العاقب والفرقة الموسيقية المصاحبة، الناس الجميلين الأساتذة. وحلقتنا اليوم عن المقطوعات الموسيقية. اليوم المزاج السوداني ماشي على المقطوعات الموسيقية. وحقيقة المتلقي السوداني ما عنده مشكلة في التعامل مع الموسيقى البحتة بعيدا عن الأغنيات يعني، ولكن بتبقى فكرة صناعة الموسيقى البحتة فكرة عميقة شوية. إذا افتكرنا إنه أو اعتبرنا إنه الأغنية بتستند على كلمة، يعني اللحن للأغنية يستند على مفتاح، المفتاح ده بكون هو طبيعة الكلمات. فبالتالي بتبقى المقطوعة الموسيقية الصرفة البحتة بتستند على الخيال بس. نعم. وده دي دي ده امتحان كبير جدا وعظيم جدا، ومن أصعب الحاجات إنك أنت تعمل قطعة موسيقية. فنحن حلقتنا اليوم عن الرائع الموسيقار الكبير والراحل الأستاذ بشير عباس، في تجربته العظيمة اللحنية وتجربته في المقطوعات الموسيقية وتجربته العظيمة جدا مع البلابل، لأن فيها كثير من التفاصيل اللي بتشبه حتى الموسيقى البحتة يعني. فنبتدر حلقتنا بعمل رائع جدا أستاذ بشير عباس، نعمل القمر في كنانة. يا سلام يا دكتور أنس، ده مؤلف جميل جدا جدا وراقي جدا جدا، من المؤلفات الجميلة جدا. اتفضل. آسف. الحديث عن بشير عباس رحمة الله عليه كمؤلف في تقديري أنا هو أكثر عمقا وفهما للتأليف الموسيقي من الألحان. نعم. أولا بشير عباس في فهمه لبناء الجملة الموسيقية أولا لازم تكون جذابة ومدهشة، وفي أقل يعني عبارة في أقصر عبارة ممكن يعني تن 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 تن، وبإيقاع شوية متمهل وطوالي يغير الإيقاع تاني ولجملة موسيقية أكثر حيوية. وذاك دائما موسيقى بشير، كنت بقول لك كده الرشاقة، في رشاقة في تشكيل الجملة الموسيقية بشير عباس، لأنه هو يعني مولع بالتغيير في داخل العمل. هو طبعا البناء ذاته يعني ألف باء ألف كده، لكن بيعرف 200 يكون في عود
و200 يكون في سولو و200 يكون في توتي يعني اداء جماعي. يعني بيعرف بشير عباس هو داير يقول شنو لمنه وليشنو يعني عنده للاسره الام والاخ والاب والزوجه والابنه. بيعرف يقول للامكنه قمر في كنانه انزاره انزاره ونيويورك وبرلين كده يعني والقاش مريدي يعني ومريدي مريدي طبعا عنده حب خاص للجنوب يعني. وان شاء الله المساله دي برضه نخصص لها يعني لانه ليه 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 يعني ركز على المساله دي. عشان كده هو ولوع جدا ومره قدموه في التلفزيون بيفتكر انه هو بالنسبه له حق الناس يناقشوه ويناقشوا اعماله كمؤلف لانه زول اكثر زول يعني قدم في المكتبه السودانيه مقطوعات ما يعني تخيلي زي 45 مقطوعه كده اذا ما اكثر يعني. واحده اول واحده عملها عمره 14 سنه ولا 15 سنه يعني. فموسيقى بشير عباس كمؤلف مقطوعات او كمؤلف موسيقي انا في تقريري البنائيه بتاعتها الاستراكشر بتاع في كموسيقى اكثر وضوحا واكثر عمقا من التلحين بالكلمات. ولذلك نقدر نقول موسيقى بشير موسيقى الحان موسيقى بشير عباس هي موسيقى الحان بدون كلمات. يا سلام ده الحته اللي كنت ادربش بالي يا استاذ زبير. وكنت عايز اقول لك انه نفس الفنانين والموسيقيين ديل الكبار زي بشير عباس استند على التجربه بتاعته اللحنيه اللي اسس لها في 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 دواخل الشعب السوداني. ولما جه قدم له الموسيقى البحته لقى الطريق ممهد قدامه في انه يستقبله هذا يعني هذه الموسيقى البحته بكل سهوله يعني. اشوف ما يميز بشير عباس كموسيقار عظيم نفتكر انه السودانويه. نعم. يعني الملمح الموسيقي بتاعه شديد السودانويه. نعم. بعدين انت بتلقى الطقس النفسي في المقطوعه الموسيقيه هو نفسه الطقس النفسي في اللحن الغنائي. نعم. يعني هسه المقطوعات بتتخيل كانما هي زي اغنيات لم تتغنى للبنابل. صحيح. طوالي بتشم يعني بتحس بالنفس بتاعه في المقطوعات. بتشيل كلمات تركيبه فيها. نفس الكلمات تشيلها، بعدين لما يقوم يقول القمر في كنانه، انا افتكر انه يعني بسمع زول يسمع المقطوعه دي بتركيز بتتخيل انه الكون ده كله عنده قمر وكنانه دي عندها قمر واحد عن بشير عباس. لكانما ربنا خلق للكون كله قمر وخلق له قمر خاص في رؤيه بشير عباس عشان يتشاف في كنانه. ودي ذاتها انا بفتكر انه قدره بتاعت خيال فيها تشكيل. افتكر انه الموسيقى دي انا ما متخصص لكن الموسيقى دي هي فيها تشكيل. فيها تشكيل بصري، فيها تشكيل في الاحساس، يعني في لوحات محسوسه ما ملموسه. نعم. فلوحات يعني بشير عباس مقطوعاته الموسيقيه هي عباره عن لوحات محسوسه. يعني انت بتحس بها، بتحس انه دي لوحه متكامله فيها طقس. يعني وحبه للجنوب برضه كان ممكن يطلب من شاعر يكتب غنى ويتلحن، لكن لانه عارف انه ما ممكن ما يقدر يلقى شاعر يعبر له عن مكنون محبته العظيمه لجنوب السودان، عشان كده غنى او عمل مقطوعه موسيقيه عبر من خلالها عن حبه العميق جدا لجنوب السودان. يا سلام. وده بوديني لك يا دكتور انس في فكرة انك انت تعمل مقطوعة مثلا مرتبطة بمكان ما، زي مثلا مقطوعة مثلا اسمها نهر الجور، هو خصصها لنهر، ويعني اللي هو في النهاية هو مكان يعني. انا ما عارف يعني تخيل لي عشان تقوم تستخدم ادواتك الفنية كلها في انك توصل فكرة المكان عبر مقطوعة موسيقية بدون كلمات بدون تفاصيل، حاجة صعبة جدا جدا يا دكتور انس. فرايك شنو انت في التفاصيل دي؟ زمان اخواننا زمان ممكن اواصل؟ ها؟ واصل اي واصل. زمان استاذنا الكبير عثمان حسين لما عمل محراب النيل ظن الناس انه يعني ببالغ يعني، لانه النيل ده بيحمل مش مياه وبس، بيحمل عادات وتقاليد وبشر وتاريخ وناس وكده، يعني كيف حيقدر يعبر عنها وبكلمات عالية النفاسة
تجاني نجح في هذه المسألة. هذا التدفق، هذا النهر النبع من ال... يقولوا الناس من من الجنة يعني نبع ومتدفق كده، فاستطاع أنه بإيقاعات بشكل الأوركسترا أنه يصل إلى أن يعبر عن محراب النيل. وفي النهاية جعلوا مش موية متدفقة، روح روح أمة روح أمم. فاللحن الأغنية دي ليه ما مشت لي قدام؟ ما أنا ممكن تكون تربية لأطفالنا يسمعوها يعرفوا إنه الفرق بين موية النيل دي والنيل كرمز ومدلول ومعنى. لما جاء بشير عباس لأنه اختار المنطقة بتاع الجور، نهر متدفق سريع جدا جدا، لازم يبدأوا بإيقاع مش كده تن 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 تار كده. وحتى الاختيار بتاع الموتيفة دي عشان توري انه ده ما بيشبه اللغاء، ده ما بيشبه ناس، ما بيشبهنا في مدرمان. داري يقول كده يعني انا داري اعمل ايقاع في الحته دي، انا كتبتها في المساله دي. ثم بعد ذلك يجي للنهر ذاته بكل حنيه لانه مرتبط بالانسان ومرتبط بالحيوان ومرتبط بالطبيعه. ف وبشير في الحته دي خيالي جدا جدا وخيالي واسع جدا جدا، فعشان كده يعني لما تسمعها بتحس بانك قاعد تنعشك بايقاعاتها، بالجمل الموسيقيه الرشيقه الجميله اللي فيها حنان وفيها فيها فيها شكل من اشكال يعني روح 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 حي روح حيه يعني. فدي واحده من الحاجات يعني خصائص موسيقى بشير عباس، انا انسانيه انسانيه في المكان، مكان بتعبر عن عن روح المكان، لكن في النهايه بتربح عن الانسانيه في الحته دي. لانه نهر النيل ده الدنيا كلها بتعرف نهر النيل، وفي ناس بيعبدوه حتى ولو انه ما جاي بجنبهم يعني، حتى نهر النيل ده واحد من انهار الجنه يعني. ف يعني انا افتكر انه بشير عباس رحمه الله عليه خلد نفسه وكان عنده خيال خصيب. نعم خياله كان خصيب جدا خالص، وخلد نفسه وكان راجل يعني منتج. نعم صحيح، يعني لا يكف يعزف ولا يكف يسمع، كيف بيسمع مش بس مع الموسيقى الشرقيه، بيسمع الموسيقى الغربيه وبيسمع موسيقى سودانيه وبيسمع موسيقى اريتريه وكذا. لا واضح واضح الثقافه يعني في السمع. نعم. موجوده عنده. نعم. طيب نحن ناخذ نهر الجور. عمل فيه يعني جمال وفيه تفاصيل وفيه اشكال متماسك شغل شديد. طيب يا استاذ زبير، المجتمعات حقتنا السودانيه لما تعرضت للموسيقى البحته
حصل لها كثير من الرقي يعني. صحيح. وأنا بفتكر إنه الموسيقى البحتة بتكسب الإنسان سلوك مختلف. صحيح. حتى بقت جزء من أسلوب الحياة. يعني أنا بتصور إنه بقت واحدة من ملامح تفاصيل الحياة في البيت. صحيح. إنه إنك تشغل مقطوعة موسيقية تحاول تسترخى، تساعدك على النوم أو على التفكير العميق، أو في المطاعم حتى يعني الكبيرة تلقاها شغالة في في الباكي. فرأيك شنو عن الـ يعني الحراك اللي أحدثته المقطوعات الموسيقية البحتة؟ لا شوف، هو الـ 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 المقطوعة الموسيقية أو الموسيقى البحتة على إطلاقها هي شكل من أشكال الحوار بتاع الطبيعة. هو محاولة لاستنطاق الطبيعة، لكان أصل الإنسان ده في حالة حوار يا مع الآخر يا مع نفسه. يعني الإنسان ضد السكون أصلا بطبيعته، ضد السكون، يعني هو دائما في حالة حوار يا إما مع ذاته يا إما مع محيطه. أنا أفتكر إنه الحوار اللي بتحدث المقطوعة الموسيقية هو واحد من أرغى أشكال الحوار مع الطبيعة. يعني كأنما المقطوعة الموسيقية هي أصبحت وسيط بين الإنسان والطبيعة. وبعد ذلك بتجي مساحة التخيل. يعني هسي ناس كتار جدا، وأنا ما شفت نهر الجور، لكن لما يصلك في مقطوعة موسيقية ديليفري كده أفتكر إنه يعني ما هي دي واحدة من الوسائل التعليمية الترفيهية المتقدمة. ما أنت تقوم تتصور مشهد معين وتجسد من خلال مقطوعة موسيقية بهذا الرقي وبهذا الجمال وتوصله لي في محلي، أنا أفتكر أنه عملت لي نقلة وعملت لي نوع من التوازن النفسي والذات، وخليتني أنا ذاتي في حالة تصالح مع محيطي بشكل مريح. يعني يا سلام يا سلام. بعدين يا دكتور أنس، المقطوعات الموسيقية حقتنا ما احتاجت لكمية كبيرة من حياة التفاصيل العلمية. يعني ما فيها الهارمونية الكثيرة، ما فيها خطوط كثيرة، هي على بساطتها وعلى سجيتها كده. انا افتكر دي سمة عام عندنا في السمات تحت المقطوعات الموسيقيه. فانت رايك شنو في الحته دي؟ لكن انا يعني اقول كلامك ده صحيح لكن مش بالمطلق. نعم. الموسيقى العسكريه من 1898 لما الجيش الانجليزي وكون الاورطه السودانيه درسوا الناس موسيقى على النمط الغربي، ودرسوهم هارموني، درسوهم كونتر بوينت. عشان كده أنا الناس اللي لقيتهم ناس عمنا أحمد مرجان وناس عبد القادر عبد الرحمن، نعم، كانوا واعيين بهذه المسألة. وشوف السلام الجمهوري، شوف التوزيع فيه وكيف الهارمونية كانت ماشية كيف يعني. نعم صحيح. لكن لما جات عصر الإذاعة الناس ما كانوا عندهم علم، ما عندهم علم بالهارمونية والعلوم الموسيقية الثانية، وذلك جودوا الجقلرة اللي هي السماعي. نعم. جودوه في الأول بسيط كده، قد ما كونوا أوركستر سنة 50. مع إنها يا دكتور أنس، مع إنها بتقبل التوزيع، بتقبل الحياة، وفي تجارب كثيرة. يعني أستاذ سعد الدين الطيب ده عنده تجارب كثيرة. لما نجي لتجربة أستاذ بوري حنجيك يعني نتكلم عنها. حسة حتى الأعمال بتاعتي أنا فيها هارموني. نعم. السلم الخماسي يقبل الهارمونية ويقبل كل أكيد العلوم. أكيد. يقبلها كلها. أكيد. شوف الصين. صح. ما شغالين. شوف البرازيل. شوف الجاز الأمريكي ده ما كله خماسي. صح. شوف نيوزيلندا هنا في 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 في, في, في إنجلترا، تكيف؟ فاسكتلندا ده ناس خماسيين يعني. في شمال أفريقيا في قبائل خماسية يعني شغالين في أفريقيا دي. أكيد. أفريقيا برضو ناس خماسيين شغالين بس نحنا الغنى السوداني هو الغلب. وما استطاع أن يتجاوز نفسه إلا لما فتحوا المحزن 69. يعني اتأخر كم؟ اتأخر من سنة 98 لغاية 79 سنة قعدوا الناس يشتغلوا بالشغل المسطح، الشغل الماشي أفقي. نعم. ما عرف الرأسي. لكن يعني أنا أتذكر لما جابوا المجر، لما جاء السودان سنة 55 حاجة كده، وعملوا مباريات اثنين مع الهلال والمريخ، فقاموا فرجوهم في العاصمة كده، فقالوا له بوشكاش داير شنو؟ قال أنا سمعت موسيقى يوم الجمعة تان تان تيران تان تان تيران لا لا إسماعيل بادي؟ أه؟ محمد إسماعيل بادي؟ محمد بادي زقل. فقال عايز ده، فاكتشفوا أنه فعلا ده كان فنان مؤلف ممتاز. نعم. بالهارموني بالكاونتر بوينت كله عندهم، لانه الاوركستر بتاعت القوات المسلحه فيها علم شغال ولليله شغال يعني. فموسيقانا يعني الان المفروض كانت تستخدم الكاونتر بوينت يا استاذ في الاول.
لانه ده 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 التطور الطبيعي بتاع الغناء بتاع الموسيقى، انه موسيقى احاديه تدخل الكاونتر بوينت، لان الكاونتر بوينت مع الخط الاساسي بيعمل علاقه هارمونيه صوت ضد صوت تحته. فنحن ماشيين في المسار، لكن نجحنا يعني. انت حسيت لما في عندي اغنيه اسمها بلدينا زمان وزع علي سعد دق وبال 20 سنه دخل فيها هارمونيه وكاونتر بوينت. نعم انا برضو عملت كاونتر بوينت يعني، بس لانه الغالب الان والسنوات القحط اللي مرت بينا دي كيف هي اللي خلت الناس ما يمشوا لقدام. لكن موسيقتنا يعني حتى العالم بالمناسبه ما كله هارمونيه يعني، ما كل الغنى لازم يكون هارموني. في امريكا يعني ما ضروري يعني تعمل هارمونيه يعني، صحيح. حاجه بسيطه كده او تعمل كاونتر بوينت يعني، ذلك يعني احنا ما متخلفين. نعم نحن اصيلين لغايه دلوقتي اصيلين هاي. اكيد بس في نقطه بسيطه، انه من الخمسينات او اخر الاربعينات لغايه فتره 70 كده كان فن المقطوعات موجود في الاذاعه ويبس، مش كده وبس. سنه 55 1955 اتعمل مهرجان تنافسي في حته اسمها في جنوب افريقيا شنو كده لاند كده، المتغنيين فاز بالجائزه الاولى سنه 55. استاذ مراد يعني واضح انه نحن عندنا متقدمين احنا. نعم نعم نعم. طيب انا حقيقه قبل ما يعني نمشي من الحته سارلاند في سارلاند في سارلاند في جنوب افريقيا، نعم نعم، عايز اسلط الضوء على تجربه الاستاذ الراحل بشير عباس مع البلابل. هي تجربه البلابل جات بعد تجارب، جات تجربه ناضجه يعني، لانها جات سبقتها تجارب كانت هي مرجعيه بالنسبه لها. لذلك انا افتكر انه حصل ابداع كبير جدا جدا في هذه التجربه، وحصلت يعني ثنائيه جميله جدا ما بين بشير عباس كملحن ومؤلف موسيقي وبين البلابل كاصوات جميله جدا جدا. ناخذ عمل من اعمال البلابل ومع الاستاذ بشير ونرجع نتكلم عن الجانب. نعم نعم نعم. ده لحن عجيب يا دكتور انس، لحن مليان مليان تفاصيل، مليان اشياء، مليان عظمه. نعم يعني هذه الاغنيه عشه صغيره انا استغفني فيها، وانا يعني ما اعتقد اني تخرجتها 73 كده، ولكن متابع وطبعا درست تاليف وكده عشان البلابل يقولوا عشه صغيره بخمسه شغيل كده، لازم كان يسبغها مهرجان كده صغيروني كده،
ومهرجان مش كله أنوار بقى. أربع ألحان مع بعض عاشق معشوق كده عملها بشير عباس بشكل غريب جدا جدا. بس ليه؟ لأنه بشير عباس بيجيد على سعود. يا سلام يا سلام، الإجادة على سعود خلته يعمل الألحان مختلفة لكن ذات علاقة ببعض. أجمل حاجة عملها إدخال هذا النغم السادس، ما هو ريمي صول لا دو، مشكلة دو ريمي صول لا دو، هو عمل دو ريمي فا، وده صوت نحن السوداني بنكش منه كده، ما متعودين عليه. اي يعني بعدين جمل اللي نايم جمل ده اسلوب بشير عباس في تكوين الجمل القصيره في جمله كبيره. يا سلام. في او في عباره او في فكره، يا سلام. تلقاه دائما عنده كده عشان بعدين يمشي لايقاع ثاني، وفي الجمله دي بيكون برضو عنده كم ايقاع. دي واحده من الحاجات اللي بيقول لك الاستاذ، نعم الاستاذ زبير السودانوية اللي جواه. نعم ده كلام جميل. ايوه ايوه. وامشي لك يا استاذ زبير، الاغنيه دي بالذات فيها خطاب هنا معكوس. نعم. يعني زمان المراه دائما كانت بتنتظر الخطاب من الرجل يعني. نعم. لكن دي هنا هي بتقول عشه صغيره كفايه. نعم. عليك. نعم. او كفايه علينا. نعم. دي دعوه يعني، انا خلينا هنا يعني فيه يعني يعني استرسال غريب جدا جدا من المراه دي. صحيح. في التعبير ده أصلاً ما خطاب مختلف بالتأكيد. يعني طبعا هو أستاذنا سعد الحلنجي ربنا يديه الصحة والعافية، والله يا أخي إنسان متطيب. آه. هو صاحب خطاب إبداعي حياتنا له يعني متجدد ومختلف. نعم. بعدين الحلنجي يعني لو يعني هو يعني من أعظم الذين كتبوا الشعر الرومانسي، الشعر الغنائي الرومانسي. نعم. هو مدرسة كبيرة في الشعر الغنائي الرومانسي. لكن هو العبقرية بالمضافة للنص واللحن كانت عبقرية أداء البلابل. صح. مناسبة لأنه أنا عندي والله غناعة كاملة إنه يعني ثلاثة إخوان أو إخوات إذا اتفقوا على أي شيء بيجيدوا، لأنه فكرة الوشيجة بتاعت الدم الواحد والإحساس الواحد. نعم. التنافس بالمناسبة بين الإخوان في العمل الإبداعي بيختلف. يعني أنت ممكن تجيب ثلاثة فنانات، كان ممكن بشير عباس يجيب ثلاثة فنانات جيدات الأصوات لكن ما أخوات، يمكن كان ما يدونا نفس التجربة تحت البلابل، لأنه حميمية الرابط الوجداني والأسري بين البلابل بالمناسبة انعكس انعكاس الناس ما قاعد يلاحظوا له. يعني ما تتخيل إنه ثلاثة أخوات بيطلعوا المسرح يغنوا مع بعض، يعني ثلاثة أخوات ديل بين قوسين لو عاسوا أبري مع بعض بيعملوا حاجة متهشة. ما بالك إنه يقدموا غناء المجتمع نفسه. أنا أفتكر أنه كان على درجة عالية من الصفاء والنغاء والجمال الروحي والجمالي. يعني تخيل البلابل دي حتى في الأسف الفيديوهات القديمة يعني تخيل الشكل والباروكة الجميلة دي والتفاصيل، يعني الناس لما يجوا ذاتهم بيكونوا معنيين بالصوت الجميل ده، ما معنيين بأي تفاصيل تانية لأنه المحتوى ذاته كان قاعد يتقدم عظيم، بيغنيك عن أنك أنت تنصرف لأنك تنصرف لأي حاجة تانية. السيدة عكست الآية، بقى شكل التبرج في العرض عشان يجذب جمهور، ما في العرض لأن المحتوى ضعيف. صحيح. المحتوى بيتقدم ضعيف، لكن هناك عند البلابل المحتوى من روعته من جودته من جماله. نحن سمعنا البلابل في فترة متأخرة من مواكبتنا الجيل الجد الثمانينات، لكن يعني أي زول كان بيفتكر أنه يتمنى أخواته يبقوا زي البلابل، يعني أي زول نغي يتمنى أخواته يبقوا في جمال روعة. يا سلام. البلابل يعني. يا سلام يا أستاذ زبير ويا أستاذ أنس. يعني البلابل استطاع بشير عباس إنه ينقلهم نقلة صوتية على مستوى الصوت، وداهم مناطق تانية ومناطق بعيدة بخياله الجميل وبألحانه العظيمة جدا. خلونا ناخذ نموذج تاني ونرجع نتكلم. We'll be right back.
هي احنا لو بارينا التفاصيل بتاعت استاذ بشير عباس ما حنخلص، لانه نعم. صور جماليه، صوره فوق صوره فوق صوره فوق صوره يعني. نعم. لكن يا استاذ زبير انا بتصور انه غنى زي ده في لما يطلع في مجتمع ما يعني مش صور جماليه وبيعكس الصور الجماليه اللي كانت موجوده اصلا في المجتمع. صحيح. لانه فن زي ده وخيال زي ده ما ممكن يتعمل زي ما اتفقنا قبل كده انه نظريه المراه يعني. لكن يعني انا بتصور انه في الفتره دي كان في احداث كثيره جدا بتدور حول المجتمع حقه، الحته دي ما نمشي منها ساي يعني. صحيح. كان في ظروف كثيره جدا جدا، ظروف ايجابيه ساعدت المبدعين وساعدت الجمهور السوداني عشان يتعامل مع اغنيات بالمستوى ده وبالخيال ده وبالحجم. صحيح. هو العهد ده بالمناسبه شهد يعني انفتاح كبير جدا على المراه يعني. يعني المراه بدات تقدم نفسها في مجالات مختلفه، كان على المستوى السياسي او على المستوى الخدمي، مثلا دكتوره خالده زاهر، فاطمه حمد ابراهيم، نفيس احمد الامين، على مستوى اكاديمي، على مستوى رياضي صار رجاض الله، يعني نماذج من الاشراقات النسائيه في مجالات مختلفه كثيره. هي العنوان الابرز في التجارب بيكون التجارب الغنائيه باعتبار انها بعدها الجماهيري اكبر وسعاده التعامل معها اوسع. فده العنوان، البلابل كانوا عنوان لثوره ابداعيه نسائيه في مجالات كثيره جدا ومختلفه جدا، واسهمت اسهام مقدر في انها هي خلقت حاله من التوازن، عملت يعني زي ما تقول يعني حكمت السيطره، لانه ما كان من مصلحه المجتمع السوداني السطوه الرجاليه المطلقه دي. دي ما كانت من مصلحه المجتمع نفسه، فلذلك جاءت مشاركه المراه احدثت توازن في الرؤيه بتاعت المجتمع لقضاياه، وورت انه المراه السودانيه قادره على انها تعبر وقادره على انها تعبر عن نفسها وقادره على انها هي تساهم مساهمات مقدره في بناء وتكوين المجتمع. يا سلام. استاذ انس هو شنو في انا افتكر بشير عباس والبلابل يذكروني بادب قديم راقي في عمل اسمه بيجماليون، يسمونه اسمه بيجماليون كده ترجموها كده بيجماليون ل برنارد شو. ترجم هذا العمل ده هو عبارة عن نحت شكل امرأة كده وطلبة تبقى إنسان حي، وفعلا طلعت بقت إنسانة ثم تمردت عليه، يعني علمها الاتيكيت وكده وبتاع. جو في الفيلم عملوها ماي فير ليدي، سيدة الجميلة، برضو بت ساكت في غروية، ساكت حايمة في السوق كده بتاع ساقة، علمها الاتيكيت ودخل المجتمع المتحضر والبتاع والصوالين وكده وخلق منها. يعني الإشارة الدلالة على أنه بشير عباس أخذ هؤلاء البنات بالصدفة، المغنيات ما وصلوا عشان يغنوا النشيد، تقف فأدوا النشيد ده للبنات دي الثلاثة دي، وما كان فيهم حياة، كان فيهم شادية. ثم جات الفكرة بأنه ما طيب ما يغنوا مع بعض ما دام أصلا عندهم الملكة دي. من هنا بدت مرحلة في علاقة بشير عباس بالبلابل مع التلحين، مع التلحين يعني، وشعر بتاع تينيجرز كده شباب مراهق يعني، لون المانجا واحسن تسيب سكتنا وما بعرف شنو بتاع ضرب مشينا وكده، الدنيا كلها كده بقت فج بالبلابل وصل السماء. انا مشيت مع البلابل، غنيت في وكانت يعني كانت بالنسبه لي انا يعني مغامره، امشي اغني مع ناس هم وصلوا قمه في الغناء وانا يا دوب يعني صحيح انا من جيلهم لكن ما اشتغلت بالغناء كثير، فقالوا يمشي معنا نزعي. فمشينا لقيناه والبلابل ديل اشهر من 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 اشهر واحد كان بيغني في الزمن ذاك في 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 العالم يعني. ولقينا البلابل ثاني حبشيات بيغنوا بنفس البلابل. فالحان بشير عباس فجرت شكل جديد من اشكال الغناء، مش زي غنى عشا الفلاتيه ولا غنى
من الخير ولا غنى جديد، غنى بتاع شباب، تفاصيل ذات جديدة وموضوعات جديدة. لكن عشان بشير يستمر دخل أغنية وسيطة مرق من القصة بتاعت المراهقة دي. يا سلام. بين اسم موجة، موجة بشعر سيف الدسوقي. يا سلام. كيف؟ الأغاني وسيطة كده، كلها ألحان، كلها ألحان جميلة كده وبتاع، فمرقهم. والغريب في زمن وجيز يعني بالله ما غنوا كثير. صحيح. من 71 لغاية 77، 6 سنين بس أو 7 سنين. لكن طلعوا المنتوج ده كله. لكن في الفترة دي نقلهم من الفترة اللي هو فترة وسيطة إلى فترة المكاتفة الكبار. يا سلام. يعني بدوا يغنوا رجعنا لك، ويغنوا ريح الشوب، ويغنوا كده، فبيجوا زيهم زي وردي، زيهم زي عثمان حسين، زيهم ثلاثة بنات صغار كده يغنوا غنى، عنده مقطوع، عنده مقدمات، وعنده كوبليهات، وعنده يعني كل الخصائص اللي زول يقدم غنى راقي جدا جدا. كان في ودي دي المرحلة بتاعت بشير عباس اللي هي أحلى مرحلة قدم فيها غنى بشير عباس في أشكال عديدة. استطاع إنه في هذه الفترة أنه هو يتدرب ذاته، يتدرب بدل طبعا في المقطوعات عنده الافتتاحية اللي بيعملها. نعم. العادية دي نعم بيدق الباب كده زي بعدين يخش في الباقي، لكن في مع البلابل وكده طور جمله الموسيقية وطور الحاجة وبقى حاجة مختلفة. نحن حقيقة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، حاولنا نقف فيها على يعني هذه التجربة العظيمة المتفردة، تجربة أستاذنا بشير عباس كمؤلف موسيقي وكملحن، وهذه التجربة العظيمة مع البلابل، وإن شاء الله هذا عودة أوسع من كذا. وشكرا جزيلا لكل المشاهدين اللي تابعونا عبر هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي غدا في لقاء جديد من مزاج سوداني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.